العمل الإنساني الحقيقة احنا غبنا خلال الأيام القليلة الماضية. جزء من الغياب كان يتعلق بتنصيبي سفيرا للنوايا الحسنة، والحقيقة ده أنا بعتبره بمثابة شهادة لبرنامج العاشرة ولكل العاملين فيه. اللي انتوا بتشوفوه على الشاشة ليس جهدي وحدي، هو جهد مجموعة من العاملين من الفنيين والمعدين والمراسلين والمخرجين والإداريين حتى. وبالتالي حينما يتحول برنامج العاشرة إلى مشروع إنساني واجتماعي هو ده اللي يهمنا. نعم ساهمنا في حل مشاكل إنسانية وفي علاج بعض الحالات، لكن ده الحقيقة ليس منحة ولا منا، ده الدور الذي يجب أن نلعبه. كل واحد فينا لابد أن يكون سفيرا للنوايا الحسنة دون أن يحتاج إلى هذا التنصيب. النوايا الحسنة وحدها ليست كافية، تحتاج إلى عمل. أعظم هوية هي هويتك كإنسان. كلنا عندنا أفكار مختلفة، كلنا عندنا أيديولوجيات مختلفة، في كل دول العالم يعتنق البشر أديانا مختلفة، لكن تجمعنا جميعا الهوية كإنسان. وبالتالي من خلال هذا التنصيب كسفير للنوايا الحسنة ده ربما يزود الأعمال الإنسانية والاجتماعية في برنامج العاشرة، ربما يدفعنا إلى الاهتمام بهذا النوع من النشاط، لأنه المجتمع يحتاج للتكافل المجتمعي. دعونا الجميع اللي في استطاعته أن يعالج حالات فليتقدم، اللي في استطاعته أن يقدم خدمات من أي نوع للإنسانية وللحالات الاجتماعية والمعيشية عليه أن يتقدم على الفور. هيبقى عندنا مجموعة من المبادرات هنطلقها من خلال برنامج العاشرة تتعلق بالعمل الإنساني والاجتماعي، ليس كلاما، لا، هنشوفه في الواقع زي ما شفنا في بعض الحالات. والحقيقة تعالوا نشوف قبل ما نشوف الملخص للمشاهد اللي عرضت خلال حفل التنصيب، تعالوا نشوف أولا تنصيب أنا بعتبره تنصيب برنامج العاشرة سفيرا للنوايا الحسنة. طبعا شارك في هذا الاحتفال قائد شرطة الشارقة في الإمارات والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة الكبيرة لبلبة، والفنان الكبير جمال سليمان، والفنان الكبير محمد فؤاد، هو أيضا سفير للنوايا الحسنة. واتفقنا إن شاء الله هنتعاون في بعض الأعمال الإنسانية والاجتماعية والخيرية، سنذهب للمحتاجين في كل مكان وحنسلط الضوء على هذه القضايا. وحتى خلال الاحتفال الفنان محمد فؤاد غنى أيضا لمتحدي الإعاقة من كل الدول العربية. يا حبيبي يعلمنا نسامح.
يعني زي ما أكدنا لكم هنسلط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية، هنهتم بها من خلال هذا البرنامج الذي سيتحول إلى مشروع إنساني والاجتماعي طبعا، بالإضافة لاهتمامنا بكل القضايا السياسية، لكن بالتأكيد هنحاول أن نشرك الجميع معنا في هذه القضايا. المجتمع لن يبنى إلا بالتكافل مع الجميع، والتكافل بقى هنا ليس كلاما، لأنه الحقيقة بعض الناس تعد دون أن تنفذ. لا، هنحاول إنه، لكن الحمد لله في كل الحالات التي ناقشناها وعالجناها وسلطنا الضوء عليها الذين وعدونا قاموا بالتنفيذ وقاموا بحل بعض المشاكل الاجتماعية والإنسانية. ومن هنا نبادر إنه كل اللي عنده أي مشاكل إنسانية واجتماعية، سواء متعلقة بعلاج المرضى، متعلقة بالمحتاجين، بالجائعين، بأصحاب الأزمات والمشاكل في كل مكان، سنذهب إليهم بالمجتمع، يعني لن نستطيع وحدنا، ولكن بالمجتمع وبمن يستطيع أنه يدخل في إطار هذا التكافل.